كريم رحيم ناشط سياسي وعضو لجنة الدفاع عن المظلومين في نقابة الصحفيين. الحقيقة ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الجنزوري وعن اسباب رفضنا ليه. اسباب رفضنا للجنزوري في شقين. الشق الاول ان المجلس العسكري لم يحترم الإرادة الثورية، يعني مش عارفين امتى يحترم الإرادة الثورية وياخد حد من الثوار اللي احنا مرشحينهم. احنا طرحين اكتر من اسم لكن هو بعيد تماما عن الإرادة الثورية. الشق السياسي بقى اللي احنا بنرفضه، احنا شخص الجنزوري على عيننا وراسنا راجل طيب ومحترم لكن عنده مساوئ كتيرة. هبدأ بأولها، هي مش أول حاجة، مش لا تعتبر مساوئ، لكن هو عنده 79 سنة، يعني بعد شهر بالضبط هيكمل 79 سنة. الحاجة التانية، هو قعد في وزارة مبارك 20 سنة وزير تخطيط. الحاجة التالتة، في عهده ظهر أكبر إقطاع شهدته مصر من تاريخ الفراعنة اليمنى هذا. يعني أي دكتاتور أو إقطاعي كان بيظهر كان بيبقى عنده 10,000 فدان 15,000 فدان، لكن في عهد الجنزوري ظهر أكبر إقطاعي وهو الوليد بن طلال اللي ملكه 100,000 فدان في توشكا. الحاجة اللي بعد كده إن هو باع بالأمر المباشر لأحمد عز ومحمد أبو الفتوح أو محمد أبو العنين والثالث كان سويرس 60 مليون متر مربع في العين السخنة بتراب الفلوس. فدي دي طبعا الرؤية اللي احنا شايفينها للجنزوري، واحنا محتاجين ابطال. الثورة دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه محتاجة ابطال، مش محتاجة حد المجلس العسكري يقدر يسيطر عليه. عايزين واحد يطلع يبني البلد معانا ويقول معانا كسائر مش اكتر من كده.